منها دي المباراه. عندنا يمكن ظروف فنيه اكيد هنحاول نتكلم فيها مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد في البدايه يمكن مبروك طبعا النهارده 3 نقاط اكيد مهمين كل المباريات بشكل كبير مهمه للنادي الاهلي، لكن الظروف كانت صعبه بالنسبه النهارده كمان في سترايكر دي فنيا اكيد مصعبه الامور، لكن اداء كويس النهارده على ما اعتقد واكيد حصلنا على 3 نقاط ده كان الهدف يا كابتن سيد. الحمد لله طبعا فوز مطلوب جدا، فوز مهم جدا في توقيت مهم وفي توقيت محتاجينه جدا سواء كان في البطوله المحليه او حتى واحنا مقبلين على البطوله الافريقيه او دوري المجموعات فيها يعني، فكان فوز مطلوب جدا الحمد لله. لو بتكلم بشكل عام يا كابتن سيد يمكن صفقات كانت مميزه جدا خلال الفتره اللي فاتت، مجهود كبير بذل من مجلس الاداره، اختيار كمان وانتقاء العناصر اللي تكون مفيده للنادي الاهلي امر مهم جدا. الصفقات بنتكلم عليها ازاي وبنشوف الفتره اللي جايه مع الصفقات المميزه ازاي يا كابتن؟ يعني زي ما انا قلت وشرحت هي 3 محاور، انت بتشتغل على محور اساسي بالنسبه لك هو الفريق بالتاكيد من خلال 3 عناصر، عناصر مميزه وعناصر راجعه من اصابه وعناصر تم تدعيمها، وهنبقى اقوى باذن الله بعوده احمد فتحي، بعوده سعد سمير، بعوده نجيب، بعوده رامي، بعوده وليد ازارو خلاص اجاي دخل في الفرقه، فان شاء الله الرحمن اللي جاي هيبقى بالنسبه لنا احسن باذن الله. جيرالدو النهارده كمان ظهوره كان مميز، يمكن عايزين برضو نطمن عليه، انا اعتقد هو كان عنده شد في الخلفيه. لا هو حاسس باجهاد في العضلتين يعني وضع طبيعي بالنسبه له طبعا، يعني هو ما لعبش بقاله فتره طويله، خد مباراه وديه مع شبين يوم السبت شوط، النهارده بين الشوطين كان ممكن يلعب وكان ممكن يكمل، لكن الراجل فضل ان هو يريحه يعني. يمكن مداخله مهمه جدا يا كابتن سيد، يمكن افلاجت بعض صدور جماهير للنادي الاهلي ويمكن الحديث على قيمه النادي الاهلي وعلى الاحترام ولابد يكون في احترام. بتشوف الفتره اللي فاتت ازاي وبتشوف الساعتين او اليوم اللي فات او ال 48 ساعه اللي فاتوا، لان يمكن اللعيبه يمكن نالت منها بعض الشخصيات مش عايزين نتكلم عليها، لكن لعيبتنا النادي الاهلي انت رديت عليها بشكل كبير جدا يا كابتن سيد. لا يعني خلاص انت دخلت النادي الاهلي فيجب عليك ان انت كمان تبقى بتتميز بكل ما يمس النادي الاهلي. احنا ما بنعملش حاجه، ما بنتكلمش على حد، في مشوارنا وفي طريقنا مفيش اي مشكله، ووضع طبيعي جدا ان يبقى في حاله تنافس، مفيش مشكله سواء كان في الملعب او في الصفقات او في اي حاجه، كل واحد بيشتغل لفرقته يعني. لكن خلاص بمجرد ان المباراه بتنتهي وبتروح بيتك خلاص يعني الامر بيبقى فيه، المفروض ان هو بيبقى فيه حاجه رياضيه، لكن انت مستمر بالشكل ده انا يعني مش عاجبني الكلام ده خالص، ولا هيعجب اي حد ولا حد اهلاوي او غير اهلاوي يعني، لكن اعتقد ان هو ده اللي ماشي او هو ده اللي سايد يعني، فخلاص مفيش مشكله يعني. لكن التشكيك في صفقاتك او في امكانياتك او قدراتك او اختياراتك او اللي انت لك يعني، حتى تشكيك في تمويلك يعني، يا عم ده احنا بنجيب صفقات من ايام فلافيو، من ايام جيلبرتو، من ايام الطقم بتاع انجولا، ومن ايام كمان بعد كده حتى ايفونا وحتى اجاي، ده ايفونا كان ب 2.5 مليون دولار، وايفونا واجاي كان ب 2.5 مليون دولار، ده احنا بنجيب ملايين الدولارات من ايام ما كان في ناس كانت بتجيب صفقات بالنوته يعني باجل يعني. لكن فاحنا مش عايزين نتكلم على حد قد، لكن عايزين الناس تحترمنا. اوعى تفتكر ان انا احترمك وانت مش بتحترمني، تبقى انت غلطان خالص يعني، لا انت فوق الجميع ولا على راسك حاجه مميزه، لا خالص يعني، ده انت النادي الاهلي، يعني انت بتتكلم على النادي الاهلي وبتتكلم على مسؤول في النادي الاهلي وبتتكلم على حد يخص النادي الاهلي، طيب خلاص مفيش مشكله، استحمل بقى مفيش مشكله، لا احنا هنزعل ولا بنتضايق، لا احنا ما بنزعلش غير من الناس اللي بنعزها وبنحترمها، لكن في النهايه يعني مفيش مشكله، طالما الامر بقى خارج النطاق وخارج الملعب ماشي مفيش مشكله، ادي كمان يعني مباريات خارج الملعب نستحملها ونشتغل عليها، لكن هندعم وهنستمر في طريقنا، وعندنا مباراه افريقيه يوم السبت اللي جاي، وخصوصا كمان ان بداياتنا في افريقيا السنه اللي فاتت في دوري المجموعات ما كانتش جيده، ان شاء الله الرحمن ناخد بالنا السنه دي، وعندنا مباراه مع فيتا ثم مباراه في الجزائر مع شباب التصور الجزائري، فان شاء الله الرحمن نكون موفقين فيهم باذن الله. كابتن سيد انا يمكن نقطه مهمه جدا عايز اقول ان الكابتن سيد ضيقه او يمكن زعله بيشوف الكابتن سيد ان يمكن التقليل من بعض اللاعبين للنادي الاهلي والصفقات الاخيره استقبلها ازاي؟ فيها خلاص يعني، اصل انت بتتكلم على حد هو كده دي طبيعته يعني، ربنا خلقه كده خلاص هتعمل له ايه؟ خلاص، لكن انا بعتذر طبعا لكل واحد في الفيوم، ما تزعلوش هو كده، هو ده انسان كده بالشكل ده يعني، انا بروح الفيوم كل اسبوع، كل اسبوعين، كل 3، كل شهر على حسب ما يبقى فيه، بروح على طول وبعدي من قدام بيته على فكره، يعني مش محتاج ان انا اعمل له فيديو، انا بعدي من قدام بيتك، يعني مفيش مشكله، لو انت واقف في البلكونه هعمل لك كده. سلام.